طبعا احنا بنعرف انه كانت تطلعات اليهود بالنسبه للمسيح يعني ممزوجه بالفكر الروحي ولكن ايضا بالفكر السياسي. المسيح الذي طبعا يركز مملكته من اورشليم لكي يملك على كل الارض، لكن هل تغيرت الفكره يعني بين ما العهد القديم أو العهد الجديد؟ خلينا نعرف أكثر عن فكرة المسيح أو الممسوح كما ذكرت. أمين، هو شخص كان منتظر، حتى نقرأ عن تلاميذ المسيح إنهم كانوا ينتظروا هذا الشخص، اللي هم كانوا أغلبهم تلاميذ يوحنا المعمدان. مثلا نقرأ في يوحنا واحد أول إصحاح في إنجيل يوحنا مكتوب عن أندراوس إنه وجد أولا أخاه سمعان اللي هو بطرس، فقال له قد وجدنا مسيح الذي تفسيره المسيح. فاليهود كانوا وما زالوا ينتظروا هذا الشخص اللي هو المسيح. حتى المرأة السامرية، سيس نزار، ومبارح كنت بسمعك تتكلم عن المرأة السامرية، قالت للمسيح في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع أنا أعلم أن مسيا يأتي، وعندما يأتي يخبرنا بكل شيء. فالمسيح قال لها أنا الذي أكلمك هو. فحتى هي امرأة سامرية، جنس بين اليهود وبين الأمم، هي أيضا كانوا ينتظروا المسيح، بقولوا أنه المسيح سيخبرنا بكل شيء. فالمسيح هو الشخص المنتظر من الكل، حتى باقي الديانات عندها تسامي مختلفة لهذا الشخص اللي رح يأتي ويخلص شعبها أو يخلص البشرية من مشاكلها ويقيم مملكة عادلة بارة. ففي نظر اليهودي كان المسيح شخص سيأتي من نسل داود، ملك من نسل داود، سيأتي يقيم مملكة الله على الأرض. فكان شخصية منتظرة، وإن كان فيها بالفكر اليهودي في كانوا مش فاهمينها، لأنه مثلا بنقرأ عن مثلا في إشعياء 53 نقرأ أنه هذا المسيح محتقر ومخذول من الناس، لكن في نفس الإصحاح بعدين بنقرأ أنه الله بيقول أنه أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة. في إشعياء 2 مثلا أنه في وقته أنه لن يكون هناك حرب وأنه لن تستخدم السيوف، لكن بنقرأ مثلا في إشعياء 45 عن نفس الشخص بقول أنه أنا بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبسط. فبشوفوا في شخصية المسيح هاي القسمين اللي كان يسبب لهم التشويش، كيف هذا الشخص نفسه القوي اللي رح يقيم مملكة الله على الأرض هو نفسه يكون هيك محتقر ومخذول من الناس. فكان عندهم مشكلة في أنهم يضعوا آلام المسيح وأمجاد المسيح مع بعض، لكن هم في فكرهم كانوا فقط ينتظروا المسيح الذي يقيم المملكة، مملكة إسرائيل.